خلينا نحكي ملاحظات رقم فيه. أول ملاحظة من الملاحظات المهمة إنه صرع ما بيخبي حاله. الجراند ما بي ما بيخبي حاله. علاج مقوي رمعي هذا أشياء شكله ما بيخبي حاله. المهم في أول محاضرة لازم ننتبه على شيء اسمه الصرع البؤري اللي الناس بتفسره غلط بيكون بده علاج. بيجي بقول لك أنا معي عصب وتارك حاله بدون علاج. على هي قصة وين ممكن تتطور؟ ممكن تتطور بيوم من الأيام. إنه هالمحرك هو إيش فكرة الصرع كله على بعضه؟ لأنه في عندي شيء محرك، أي محرك كان يؤدي لإطلاق إشارات دماغية متواقفة بشكل لا إرادي. يعني أنت اليوم متحكم بنشاطك القشري. كويس؟ في شيء عم يخليك ما تحس تتحكم بنشاطك القشري، وعم يخلي جزء من القشرة أو كل القشرة سوا بتعطيك إشارات بنفس الوقت. كل القشرة سوا بتعطيك إشارات بنفس الوقت، بيشتغل جسمك كله فرد معه. فرد شغلة بيشتغل كل جسمك. بتعطي حالك كل عضلاتك تشغل سوا. وبعدها بلشت بالرمى بعدها جديد وضع عندك طاقه شغل جسم مره ثانيه. هذا الصراع الكبير. الصراع البؤري يكون في عندك جزء عم يحرك جزء معين من القشره عم يعطيك اشاره لجسم الجسم. هذا هي فكرتها. هلا اذا الصراع البؤري هدول النقطه اللي بدنا نبدا عليها الصراع البؤري انهمل ما بتعرف بكره هل تحليل هذا وين ممكن يوصل. انت هلا عم يحرك جزء معين من الدماغ الناس كلها من الحال تعدي عليك هيك قصه لازم تنبه المريض انه لازم يراجع طبيب عصبي لانه كثير من هدول ما يراجعوا. بكرة تعدي معكم هيك حالة. الدكتور أنا معي عصب بإيدي. شد إيدي ما بقى أحسن واحد، كان بدي شغل. الدكتور هذا بيجيب واحد من مرافق المريض. الدكتور هاي المريضة انحمام لها غير سهية. تطلع راحت برات الدنيا. فدير بالك أنتوا ديروا بالكم وأنا بدي أدير بالي. عرفت شلون؟ اشتروا وتسووا أو مثلا ما ملاقية غير فجأة بلشت هيك وترفوا ترفوا ترفوا ما بعرف شو صار لها. بقول له اشبك اشبك ما بتعرف اشبك. فهدول كلهم مرضى صرع. هي هي النقطة اللي بدي أنتبه عليها. هلا بنجي على التشخيص بالسريريات مثل ما قلنا الصرع الكبير ما بخبي حاله مشخصه خالص حكي على الصرع البؤري كله بده تخطيط كهربائي دماغ كله لا غنى عن التشخيص اجراءات ثانيه مكمله انت بتكون عندك افه جي عندك تنفي اهم شيء تنفي الافه البؤريه بدها تداخل جراحي ورم او تندب بالسحايا او ثوابت غزه الدماغ او كذا ايه بدك سي تي ممكن تحتاج ام ار اي الافات الاستقصاءات الثانيه البيت والسبكتر هذول ما موجودين وغاليات اساسا الام ار اي ما بتعرف سعره كله عم يتفقوا بالسي تي وبدون حرب ايه فاذا وقت بيجيني انا مريض صرع لازم اعمل اي جي مستحيل والسي تي مكمل بيجي هلا بنجي على الادويه تمام بنجي على العلاج العلاج الدوائي يعني نادرا ما يكون علاج وحيد غالبا بيحتاج مشاركه مريض الصرع مبدا العلاج الدوائي هو تسليط الجمله العصبيه المركزيه مشان هيك لما تكون حتقطع كذا نقطة بدك تاخذها بالحسبان وقت بتضبط له الجرعة ووقت الأخذ. لأنه أنت عم تضبط له الجملة العصبية المركزية، فإذا عنده نشاط معين ما بدك أنت اليوم توصل بالتصفيط لدرجة يصير المريض عاجز عن تشغيل جملته العصبية المركزية. انتبهت على القصة؟ أنت بدك تثبط النشاط الزائد عن الحد. فلذلك موضوع الجرعة كثير حساس وبصراحة يعني نحن بنشوف أطباء عصبية كثير بتلاقي علاجاتهم فاشلة ليش؟ لأنه ما حسن يحط له البروتوكول المناسب للمريض. كل مريض هو يعني تقريبا حاله مستقله عن المريض الثاني. كل واحد له طريقه حياه مختلفه، واحد بيشتغل بالليل، واحد بيشتغل بالنهار، واحد عنده بيوت، عنده بيت او موظف الصبح، واحد بيجي له كذا مره بالنهار، لذلك تلاقي الجرعات تختلف من مريض لمريض. ونادرا ما ينجح العلاج من اول كورس. يعني لازم اول فتره يتابع مريض الصرع مع طبيبه لوقت ما يوصل للجرعه المناسبه له. بيزود له بينقص له بيضيف دواء بيحذف دواء، بتلاقي اول فتره المريض لسه عم يتعذب لوقت ما تنطلق الجرعه. ماشي؟ نجي لموضوع الحمل. اوكي الكلام حكيته زميلكم كله مضبوط. من عدا شغله وحده انه اشيع دواء للحوامل عم ينعطى هو اللاموتريجين نفسه. كاربامازيبين اللاموتريجين هو اللي عم ينعطى للحوامل. انت ما جبتي سيرة الموضوع. انا بعرف هو ايه نفس يعني ايه هلا الكاربامازيبين لهلا الكتب تذكر انه ماسخ والدراسات تقول لا مو ماسخ لسه ما انتقل من صف الماسخ للغير الماسخ. بس ممكن ينعطى. كاربامازيبين للحوامل. في لهلا ناس هلا ببين من وصفات الدكتور انه صار له زمان على مارس المهنه او جديد. فاللاموتريجين هو الاساس. موضوع التاثيرات الثانيه حكيتيها على الناحيه الجنسيه والممارسه الجنسيه، هاي مو تاثيرات للصرع. هاي تاثيرات لادويه الصرع. مريض الصرع اذا كانت نوباته كثير هي لسه ما خلصت. التاثيرات اللي حكيت فيها هي اساسيه لادويه الصرع لانه هي مصبطه للجمله العصبيه المركزيه، بتاثر على الشعور الجنسي والنشاط الجنسي و و مريض الصرع اذا كانت نوباته كثيره هيك بيدخل بهالحلقه تمام ليش؟ لانه في دائما عنده استهلاك بطاقه الجسم
هاي اهم شيء. الحاله الصرعيه بقى انا على لما كنت انا طالب بتذكر انه كان يخدروا المريض تخدير عام بعد 30 دقيقه مو بعد ساعه، اذا 30 دقيقه ما استجاب فرجعي بس اتاكد لنا من الموضوع ماشي. هذا عنده شيء؟ شكرا لكم.